السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. معكم بحاري محمد على قناة ميد حاريمي. اليوم عندنا واحد الخرجة جديدة ان شاء الله، منطقة جديدة، نواحي أكادير. نواحي أكادير دابا حنا كنتواجدو في تم الزربوت، واقفين فيها ان شاء الله، ونشدو الطريق ان شاء الله في واحد المنطقة اللي سميتها ايت الشلح، هي اللي غادي نكونوا فيه ان شاء الله، اللي غادي ندوزوا في واحد النهار زوين الله. يلا بقاو معايا ما تمشيو فيه. بعد ما غادي تضربوا طريق تفوتوا باراديس، وكاين الطريق هنا ديال الاقصري، تشوفوا دوزوا كاع على هادشي اللي دوزتي، غتوصلوا لهاد العزيب تيزكي زاوية تيغانيمين، هنا فين كاين طوار ديال الطوار الاولاني غادي تدخلوا ليه، وتحطوا الموبيل ديالكم ولا الدراجة النارية وتبقى على هادشي. دابا وصلنا للدوار ديال ايت الشلح، هو هذا، غطلعو معانا
يبان لكم هذا الراس هنا دور هذا بغيت الشرحه هو فين كانت بيناتهم هما هما كاين هذيكنا هما اللي قالوا لنا نجيو لاصين الموتور ديالكم هنا صافي قالك ندبرو عليهم ان شاء الله العشيه ماشي غادي ندبرو عليهم نخليو الموتور ديالنا في امان الموتور ديالي راه فين بلاصتو انا هي الموتور ديالي هنا وان شاء الله غادي هاد الشرحه هي الباكي تحت غادي نهبطو نمشيو نتبعو الطريق نتبعو الطريق ونهبطو حتى نهبطو ليها باش ندوزو واحد النير تما ان شاء الله بالنسبة لهاد العلمان السرقين هما لي خاصكم تبعو حتى توصلو لتحت هما دايرينها باش توريكم تسهلك تبقى تقلب على الطريق ولكن الطريق هي باينة كيما شفتو بعد دقائق النزول ديالنا تتبعو على علامات السرقة تم وصولنا إلى هاد الشرح نواحي أقصى تجيش تنتهي ولا تنتهي دوزي نهارك هنا ولا دوزي نهارك هنا وسط الأحضان ديال الطبيعة حتى الناس هما هاك يجيو هما كاينين دوزي نهار ديالهم يلا وصلنا الطاية هما هادو كاينين الثانية وهادي كاينين شي جوج خرين فوق تاني باقي حتى درنا نص الطروق انستالو ديك الساعة نشوفو الناس الاخرين امام بعضهم هاديك الطريق مع من نمشي تما علاش غادي يعقي لها ها هاديك الطريق مع من نمشي تما علاش غادي شكون شي حاجه شي حاجه لا اسميتها الدوار انا بغيت نفكر هاد الدوار ما تسميتش ولا كيجيبو يحطو واقيلا فيه الفلوس لا واحد الدوار كاين فوق نسيت ما سولتش كاين واحد في الطريق النيت الفوق الطريق ديال الكودرون كينزلو تما كاين فيه لوطيل فيه لوبيرج فيه شحال من حاجة وكينزلو من تما كاين وكيجيو لهنا بالنسبه للتوريست هما الوحيدين اللي كيستمتعوا بهذا البلايص اللي قريبه لينا وحدانا يعني هما الاولون بهذا البلايص كما كتشوفوا غما غادي يهبطوا يعوموا
ايوا نتوما بقاو جالسين في ديوركم. عارف تعجبك هذا؟ جاب الكلب، الكلاب اللي كاينين هنا جاب لهم واحد الرباط للرواد ديال كاشير، يلا فرقهم عليهم. هذا قيد ديال التوريس دار الخير حتى هو، هادشي ب ايوا مرة مرة بنادم خاص يتفكر حتى هو. الحيوانات الأليفة اللي كاينين بحال هاد المناطق حتى هما قلبوا على طرف الخبز إلا لحتيلهم ياكلو بزاف. The ice behind my stone cold eyes, I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you, can you hear a thing? 'Cause you lit the match, getting nice to flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire burning holes inside my brain.
نجراو عليه. يا سير ما خلوهمش يوصلوا لهم. يا ماما يا ماما محامين على مهم. نهار دوزناه فينا شتو ودابا ما كنسخاوش، ديما وقت الرجوع كنسخاوش بالبلاصه اللي كان دوزو فيها النهار، حيت ديما كنكونو بين احضان الطبيعه شويه كتفرق عليها كتجي في شي شكل. ايوا معليش مره اخرى ان شاء الله يا زوينه. الحمد لله فات هادشي نصارى نصارى اللي عارفين فين تا البلاصه كلشي كيجي ليها نصارى بزاف. ايوا دوزنا نهار زوين ودابا نتمنى يعجبكم الفيديو ديال هاد المنطقه من نواحي اكادير. او ما تنساوش ديما اللي يجي يخلي بلاصتو نقيه. او الفيديو الى عجبكم متنساوش بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. اذا في حالات شي واحد باغي يجي لهذه المنطقه مرحبا به، نساعدو بالمعلومات الكافيه. ايوا متنساوش كومونتير شي لايك، اللي باقي ما اشتركش يشترك في القناه باش الى لحت اي فيديو يوصلك. ايوا دعواتكم للرجوع ان شاء الله الى ديارنا. ايوا نخليكم ونشوفكم فيديو اخر ان شاء الله.